كل جديد ومبتكر في عالم الغد فوتوريس. مرض السكري المعتمد على الإنسولين آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ولكن أسباب هذا المرض لا تزال مجهولة. ما الذي يجعل الناس عرضة لمرض السكري؟ هل هو نمط الحياة الحضرية والأغذية الصناعية؟ بدأنا بالبحث عن أجوبة في فنلندا، لأنه البلد الذي لديه أعلى نسبة من مرض السكري من النمط الأول. إيرينا أصيبت بوعكة صحية حين كانت في العاشرة، فنقلت إلى المستشفى. محظوظة لبقائي على قيد الحياة، كنت في حالة سيئة جدا، بقيت في الطوارئ عدة أيام. إيرينا مصابة بمرض السكري من الصنف الأول، إنها بحاجة إلى حقن الإنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم. يجب أن تكون حقن الإنسولين في متناول يدي، حقنة سريعة المفعول قبل كل وجبة وأخرى طويلة المفعول مساء كل يوم. أسباب مرض السكري غير واضحة تماما. هناك دراسة أوروبية أجرت اختبارات على فرضية النظافة، وهذا يعني بأن العيش في بيئة نظيفة وخالية من البكتيريا الغذائية قد تقلل مناعة الجسم الطبيعية بالفعل. ديابيمين هو البحث الذي طبق على مئات من الأطفال الرضع والأطفال الصغار في فنلندا لمعرفة سبب فشل جهاز مناعة العديد منهم في تطوير المقاومة ضد أمراض المناعة الذاتية حين يكبرون. قد تكون النظافة الشديدة والبيئة هنا من الأسباب التي جعلت منا في غاية الحساسية أو شيء من هذا القبيل. سيتم تسليم العينات من مختلف الاختبارات والبيانات التي تم جمعها في المستشفيات والمختبرات المشاركة في المشروع الدولي. هنا في مركز بحوث بايوميديكم في هلسنكي، البروفيسور ميكايل كنيب أستاذ طب الأطفال في جامعة هلسنكي يقوم ببحث طبي. هنا لدينا عينات من المصل وعينات من البراز، لدينا هنا عينة من الأنف وهذه عينة من حليب الأطفال، وهنا لدينا عينة من غبار سرير للطفل. قد تحتوي هذه العينات على أدلة هامة عن وجود التهابات في وقت مبكر بسبب التحضر الشديد لسكان فنلندا، كالحليب المعقم والمطهرات والنظافة الشديدة والمناخ البارد الذي يمنع انتشار الجراثيم. حالياً نعتقد أن عدوى الأطفال قبل بلوغهم سن السنة الواحدة عامل مهم جداً. إذا كان الطفل يفتقر إلى هذه الالتهابات، فإن تنظيم جهاز المناعة لا يتطور لديه فيصاب بالأمراض كمرض السكري أو الحساسية. لاختبار صحة هذه الفرضية، هناك دراسة في إستونيا وجمهورية كاريليا الروسية، حيث الإصابة بمرض السكري من الصنف الأول أقل بست مرات من فنلندا، ربما بسبب انخفاض مستويات المعيشة. هناك أدلة تشير إلى زيادة نسبة وجود الميكروبات في كاريليا الروسية مقارنة بفنلندا، وبطبيعة الحال فإننا نعتقد أن فرضية النظافة الشديدة في عمر مبكر تقلل من المناعة الذاتية وتسبب الحساسية. نعبر الحدود الروسية الفنلندية لزيارة العاصمة الكاريلية بيتروزافوتسك. 270 ألف مواطن في هذه المدينة وأكثر من 60 رياضي أطفال شاركوا في هذه الدراسة ديابيمون. عائلات تطوعت للخضوع إلى نفس الاختبارات والقياسات والاستبيانات التي جرت في فنلندا. الكثير من الأسئلة المختلفة حول النظام الغذائي ونمط الحياة ليس عن الطفل فقط، ولكن عن العائلة بأكملها. جمع بيانات عن ظروف كل طفل في سن مبكرة أو التي قد تتطابق مع الاستعدادات لأعراض مرض السكري هي إجراءات ستساعد العلماء. كل عائلة تملأ العديد من البيانات، بدءاً من الأسئلة التفصيلية عن حمل الأم ونمو الأطفال وأمراض الأسرة ومعلومات عن اللقاحات وغير ذلك، وبذلك نحصل على كمية كبيرة من المعلومات التي تدخل في قاعة البيانات الخاصة بنا عبر الإنترنت. هذا
هذه الدراسة التي ستستمر حتى عام 2013 على الأقل ستساعد على اكتشاف العوامل الجرثومية لاستفزاز مرض السكري أو منعه. لقد حققنا نوعاً من النجاح في علاج مرض السكري، ولكننا نعالج حالياً أعراضه ومضاعفاته فقط. المهمة الحقيقية هي منع تدمير المناعة الذاتية منذ البداية، أو على الأقل إيقافها إن كانت قد بدأت في البنكرياس. لذلك فإننا نهدف إلى العثور على العوامل المؤدية إلى مرض السكري، وحين نتعرف على عدونا سنعرف كيفية محاربته. حتى الآن تم تخزين عشرات آلاف من العينات المجمدة للأطفال في بيتروزابوتسك. الباحثون ينتظرون تعديلاً في التشريع الروسي يجيز تصدير المواد البيولوجية لدراستها في أوروبا. وفي الوقت نفسه هناك مشروع أوروبي آخر لتحقيق نفس الأهداف في مونبلييه بفرنسا. نظام تقني جديد يخضع حالياً إلى تجارب سريرية لمراقبة مستويات السكر في الدم لمرضى السكري وتحذيرهم في حال الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عبر أجهزة الاستشعار اللاسلكية الثابتة على جسم المريض لقياس تكوين الدم ومراقبة النشاط البدني. هذان المجسان يتصلان بجهاز ثالث. هذا النموذج الذي تم تطويره ضمن مشروع دي أدفايزر، إنه جهاز يستخدم البيانات التي تجمعها أجهزة الاستشعار للتنبؤ بتغيير مستوى الجلوكوز في الساعات القليلة المقبلة. جهاز محمول يدل على تقلبات الجلوكوز في دم المريض ويقيس الديناميكية على أساس الخصائص الفردية لكل مريض. يجري حالياً اختبار النظام على 60 متطوعاً في 3 دول أوروبية. إنه ليس أكبر بكثير من الهاتف المحمول. حين أشعر بأنني لست على ما يرام، هذا يعني وجود نقص في السكر في الدم. عندئذ أخرجه من جيبي، أضغط على الزر وأنظر إلى التعليمات لمتابعتها. إنه نظام يأخذ في الحسبان النشاط البدني ووجبات الطعام وحقن الإنسولين وغيرها من العوامل التي تتيح التنبؤ في الوقت المناسب. معرفة انخفاض مستوى الجلوكوز يسمح لك باتخاذ بعض الإجراءات المناسبة كتناول السكر لتجنب نقص السكر في الدم. كذلك بالنسبة لارتفاع السكر في الدم، الإشارة الصوتية التي نتلقاها تسمح لنا بتصحيح ذلك وتجنب الآثار الجانبية على المدى الطويل. في الدراسة السريرية يسيطر على مؤشرات جهاز دي أدفايزر باستخدام عينات الدم. وفقاً إلى دراسة الأستاذ إريك غناغ، نظام تنبؤ الفريد هذا مفيد جدا للمرضى الذين يحتاجون إلى مثل هذه النصائح في حياتهم اليومية. من الصعب جدا على مرضى السكري الذين يتعاملون مع الأنسولين اتخاذ القرار. هذا يعني أن المرضى حتى وأن علموا بأن مستوى الجلوكوز ليس منتظما لا يعلمون ما يجب فعله. حتى وإن كان متعلما فإنه يخشى من اتخاذ قرار خاطئ، ولذلك فإن هذا النظام يطمئنهم لأنه يقول لهم بالضبط ما يتعين عليهم القيام به. في العام الماضي أظهر أول اختبار أنه نظام صحيح في أكثر من 90%. إنه لم يعطي النصيحة الخاطئة، أحياناً يمكن أن تكون غير دقيقة تماماً، ولكن وعلى العموم في الاتجاه الصحيح. لذلك فإن مواصلة تطوير خوارزميات ذكية بإمكانها السماح بإنتاج البنكرياس الاصطناعي، الأمر الذي سيجعل مرض السكري المعتمد على الإنسولين أقل مشكلة بالنسبة للملايين من الناس حول العالم.